النهارده ضيفي في بدايه الحلقه اسطوره من اساطير البرازيل واسطوره من اساطير بايرن ميونخ، واحد من المهاجمين اللي واحنا صغيرين يعني كلنا كان عندنا احترام كبير جدا ليه، لانه كان مهاجم صاحب شخصيه، مهاجم يتعمل له الف حساب. وانا سعيد جدا ويعني بتشرف ان هو يكون ضيفي عبر زوم في برنامج الريمونتادا. ضيفي جيوفاني ألبر، فاكرين جيوفاني ألبر مهاجم بايرن ميونخ البرازيلي طبعا، ونجم ليون، ونجم يعني طبعا نجم كبير يعني، طبعا لعب في سويسرا ولعب في شتوتغارت الالماني، ثم بعد كده بايرن ميونخ، بعد كده في اولمبيك ليون في الوقت اللي انا كنت بلعب فيه في مارسيليا، كان هو يعني نجم من نجوم اولمبيك ليون، هو وسيدني جوفو واسماء يعني كبيره كانوا بيقودوا ليون في ذلك الوقت، بروسيا مونشنجلادباخ، كروزيرو البرتغالي. مسيره عظيمه لضيفي جيوفاني ألبر طبعا، اللي عايز اساله عن حاجات كتير، لكن الاول عايز ارحب بيه. جيوفاني، شرف كبير ليا ان انت تكون ضيفي في برنامج الريمونتادا. انا سعيد جدا ان انا قادر اشارك معاكم في البرنامج. انا موجود في البرازيل، وبالنسبه لي شرف اني اشارك مع كابتن ميدو في البرنامج الكبير ده. شرف ليا. عايز اسالك على البرازيل، وش رايك في بدايه البرازيل في كوبا امريكا، وجيل جديد من البرازيليين اصحاب المهاره العاليه واصحاب الحريه الكبيره في الافكار، وفي نفس الوقت تحس ان هم بيرجعوا البرازيل لعصر ما قبل بيليه، العصر اللي فيه لعب في يعني بمهارة كبيرة جدا واستعراض كبير في وقت من الأوقات، ولكن تحس ان البرازيل صعب جدا ان اي حد يقدر يوقفها. رأيك في مباراة المكسيك الاولى وفوز البرازيل؟ حقيقي ان اللاعبين البرازيليين دايما عندهم دايما ضغط كبير عشان يقدروا يحصدوا النتائج. احنا عندنا منتخب شاب عنده مواهب كبيره، وشايف ان المنتخب بيستعد لكاس العالم القادم. ان في اكيد ميزه كبيره في الـ في الـ في الكوبا امريكا الارجنتين اللي جايه من كاس العالم، فاحنا نقدر ننافس ونحاول ننافس معاهم عشان نحصد البطوله، مش هتكون سهله. وفي نيمار جاي من فتره حزينه في حياته كلاعب بعد اصابات كتير، وده هيصعب المجموعه اكتر. جيوفاني، يعني واضح جدا حتى من اول نظره زي ما بيقولوا، ان البرازيل والارجنتين هيكونوا منافسين حقيقيين على كوبا امريكا. كلنا شفنا الارجنتين قدام كندا وتنظيمهم الكبير ولعب ميسي من اجل المجموعه. هل الارجنتين هي المرشح الرئيسي والمرشح الاول للفوز بكوبا امريكا؟ بالنسبة لي هي مرشحة بصورة كبيرة. الأرجنتين هي منتخب صعب، فالمنتخب اللي حابب يحصد البطولة لازم يفوز على الأرجنتين. البرازيل من ناحيتها عندها مواهب كبيرة زي فيني جونيور، لاعبين جيدين وعندهم موهبة، لكن فرقة لسه بتتكون، فمحتاجين لسه وقت. على الرغم ان البرازيل اكيد هتنافس وتكون من المرشحين. عايز اخدك نتكلم على بايرن ميونخ، وانت يعني شاركت مع بايرن ميونخ في 266 مباراة، احرزت 139 هدف، تاريخ كبير مع بايرن ميونخ وبطولات كبيرة، والتاريخ يذكر جيوفاني ألبر في حقبة ذهبية لبايرن ميونخ. جيوفاني، هل في رأيك كومباني هو الاسم المناسب لقيادة بايرن ميونخ، وهل يمتلك الخبرات الكافية للنجاح مع بايرن، خاصة ان بايرن بيمر بمرحلة
يعني عدم استقرار، محتاجة مدرب كبير عنده خبرات كبيرة، ولا الفرصة دي ممكن تخلق مدرب عظيم للبايرن؟ أنا أعتقد وشايف دايما بفكر بصورة إيجابية دايما. أنا شايف إنها فرصة كبيرة لبايرن ميونخ والكومباني يشتغلوا مع بعض. إحنا رجعنا من إعادة تهيئة للسكواد عامة، في كان في سن معين، دلوقتي في لاعبين هتوصل للنادي وفي لاعبين هيمشوا. فشايف إن الأهم ندي وقت الكومباني يؤدي عمله، ما ينفعش يكون عليه ضغط كبير في أول سنين، لازم نسيبه يعمل شغله وبعد كده نشوف إذا كان هو المدرب الملائم لإدارة والشغل مع بايرن ميونخ أو لا. وإحنا في الفترة اللي فاتت البايرن ميونخ غير 4 أو 5 مدربين، وده مش عادي لبايرن ميونخ، فلازم يكون في تتالي ووقت معين لكل مدرب عشان ياخد شغله فيه. فشايف ان احنا لازم ندي الوقت للكومباني. احنا شفنا بايرن ليفركوزن اتعاقدوا مع مدرب ما كانش مشهور كمدرب، هو انونسو وانتهى انه خد اللقب مع ليفركوزن. فكل حاجه تكون ممكنه. دلوقتي في جيل جديد من المدربين الشباب، فشايف ان بايرن ميونخ خد القرار الصح انه يراهن على كومباني وننتظر النتائج في الوقت الحالي، ولازم نديله الوقت. جيوفاني ألبر بينصح جمهور بايرن ميونخ بالصبر على كومباني، طبعا المدرب الشاب اللي خد تجربة يعني مميزة جدا مع بيرنلي، وخبرات كبيرة وتكوين خبرات كبيرة سواء في الشامبيونشيب في دوري صعب أو في البريمير ليج، وكلنا بنتمنى النجاح لكومباني مع البايرن. جيوفاني، لأول مرة في التاريخ نلاقي إن الشغلانة بتاعت المدير الفني بتاع بايرن ميونخ بتتعرض على مدرب واثنين وتلاتة واربعة ويتم الرفض. اول مرة اشوف ان في ناس خايفة ان هي تشتغل في بايرن في هذا التوقيت. في رأيك ايه السبب؟ بايرن بيمتلك كل شيء، بيمتلك الامكانيات المادية، بيمتلك القاعدة الجماهيرية، بيمتلك التاريخ، بيمتلك رجال اصحاب خبرات كبيرة جدا في الادارة. فين المشكلة؟ ازاي دلوقتي ان احنا شايفين في مدربين كبار بيقولوا لا للبايرن؟ ما كانش ايجابي لصورة بايرن ميونخ ان يحصل اللي حصل. كنا نتوقع ونأمل ان كل الامور تكون مغلقة ويكون بسرية تامة مين هيكون مدرب بايرن، مين مع مين البايرن بيتفاوض، لكن كل حاجة طلعت في الصحافة ان البايرن بيتفاوض مع مدرب فلان او فلان او فلان. فده كان صعب ان لما مدرب يجيله عرض من بايرن ميونخ ويفكر ان قبلي كان 4 أو 5 قالوا لا فانا هروح ليه حتى لو بايرن نادي كبير. فده كانت نقطة سلبية جدا لبايرن ميونخ، واتمنى ان الناس تكون اتعلمت من الاخطاء اللي ارتكبناها وننظر للامام. في الوقت الحالي ان بايرن ميونخ نادي كبير وفريق كبير يقدر يخرج من اللحظات الاقل سعادة اللي حصلت، لكن كل الناس يكون عندها تركيز على واحد ان هو في بايرن ميونخ واللاعبين والموظفين دول هيرجعوا مع بعض بايرن ميونخ لاسمه بايرن ميونخ. فما ينفعش ننسى ان بايرن ميونخ في الموسم اللي انتهى وصل لنصف نهائي الكاس العالم الأندية وخسر قدام ريال مدريد، فما كانش شغل سيء جدا اللي حصل في السنة اللي فاتت بالنسبة لبايرن ميونخ. فنرجع لبعض الأمور الصغيرة نعدلها عشان نقدر نوصل للنهاية زي دورتموند. ففي صعوبات بنواجهها، ودلوقتي كلنا بنعمل ان احنا في الموسم الجاي نكون موسم جيد جدا وبطولات وألقاب أكتر، لأن احنا السنة دي ديت ما خدناش أي بطولات بعد 11-12 سنة متتاليين من البطولات. جيوفاني ألبر، عايز أسألك على مرموش، عمر مرموش النجم المصري، جناح ومهاجم فرانكفورت،
اللي انتقل الموسم الماضي الى فرانكفورت من فولسبورغ، ودلوقتي بعد موسم ناجح ورائع مع فرانكفورت في البوندسليغا، عروض من البريمير ليج خاصة من توتنهام وليفربول، واخبار يعني عن امكانيه انتقاله للبريمير ليج، تنصح مرموش بايه؟ بالبقاء في البوندسليغا لموسم اخر ام الانتقال الى البريمير ليج؟ هو لاعب حقق نجاح كبير في الدوري الالماني، لاعب عارف الدوري الالماني، لو انا كنت مكانه كنت هكمل في البوندسليغا لسنه او موسم او موسمين قادمين، لان ممكن تظهر لي في المستقبل انديه اكبر. لكن لما يجي لي بالتاكيد عرض من البريمير ليج فريق زي ليفربول، كل اللاعبين بيحسوا ان عندهم الاراده انهم عايزين يشاركوا في دوري مهم جدا زي البريمير ليج، وهو عارف كويس جدا الدوري الالماني. لكن بما اني شايف انه لاعب في الدوري الالماني، حابب انه يكمل اكتر في المواسم في الدوري الالماني. جيوفاني ألبر ينصح مرموش بالبقاء لموسم اخر على الاقل في البوندس ليجا، وعدم الاستماع الى عروض الانتقال الى البريمير ليج. لكن جميل ان احنا يكون عندنا لعيب شاب خرج من مصر، طور نفسه، شخصية الناس كلها بتشيب باحترافيتها، ويكون عنده عروض من أفضل الدوريات العالم. هي دي النماذج اللي احنا عايزين نشوفها في شبابنا اللي بياخدوا تجارب الاحتراف، وعايزين نشجع شبابنا ان هم ياخدوا تجارب الاحتراف. بيسعدني ان انا يكون كان ضيفي في هذه الفقرة جيوفاني ألبر، نجم بايرن ميونخ والبرازيل واليون والعديد من الأندية العظيمة والأندية الكبرى، ومصيرة عظيمة لجيوفاني ألبر. بشكرك. أنا اللي بشكركم جدا، كان شرف كبير لي أن أشارك معاكم، وأتمنى في يوم أكون أقدر أكون متواجد معاكم في الاستوديو في القاهرة. ده يكون شرف لينا، سيريون جراند، ده يكون شرف لينا. شكرا جيوفاني ألبر.